موضوع جميل، لان احنا فعلا عندنا عادات كتيره يعني محتاجين نحسنها شويه في تخزين الدواء من اول ما بنشتري الدواء من الصيدليه لغايه ما نرجع البيت. حتى الصيدليه بيبقى ليها شروط، يعني احنا معظم الادويه احنا بنقول دايما درجه حراره الغرفه دي اخرها 30 من الامبيان. فلو انا مثلا اشتريت الدواء من الصيدليه وحطيته في شنطه العربيه ورايح مشوار، ده اكتر من 30، ده اول مشكله في الحفظ مثلا. فده اول حاجه ما ينفعش يتحط في شنطه العربيه. اوتي مده قد ايه يا دكتور؟ لو درجه حراره كسرت 30، يعني مثلا انا لو ركنت العربيه وسبت الدواء جوه العربيه خلاص دي كسرت ال 30، ده يبقى كده باظ. ايا كان قعد ربع ساعه نص ساعه مش هتفرق؟ انا طبعا يعني على حسب، لو في الشتاء ومفيش شمس وبتاع خلاص تمام، لكن طبعا لو في الصيف ده درجه الحراره اليومين دول واتساب في اي وقت في العربيه واتقفلت العربيه ومشيت ورجعت له غالبا درجه الحراره كسرت 30. يعني ده احنا معظمنا يا دكتور بيعمل كده وما نتخيلش انه ده يخلي الدواء يبوظ. ناس بتسيب ادويه في العربيه، يعني احنا بنقول احنا ماشيين بعلاج دايما يا دكتور. بالظبط، شريتين ثلاثه كده في العربيه احتياطي، دول بايظين مبدئيا، دول خلاص دول باظوا. بايظين يعني يا دكتور؟ ما هو احنا اكيد كلنا بنعمل الحركه اللي حضرتك قلتها دي واخدنا الدواء، تاثيره علينا ايه؟ لا لا، هو ما فيش مشكله، هو في ادويه وده معظم الادويه، هو لو درجه الحراره بتاعته عاليه او ان هو عدى الصلاحيه فعاليته بتقل. معظم الادويه كده، قليل من الادويه اللي هو لو صلاحيته خلصت او ان هو مثلا تعرض لدرجه حراره عاليه ممكن يجيب اثار جانبيه، دي عددها قليل وبتبقى معروفه يعني. لكنه بشكل عام يا دكتور امن لكنه غير فعال. امن الى حد ما، لان طبعا انا ما نعرفش الدواء ده طبيعته ايه، في ادويه بتبقى امنه، في بعض الادويه بس دي قليل اللي ممكن لو درجه الحراره عاليه تبتدي يبقى مؤذي لجسمك. زي ايه يا دكتور؟ ده بيبقى مكتوب عليها، زي مثلا الادويه اللي هتلاقوها موجوده في ورق مفضل عشان سهل على الناس، مش في ادويه الناس تشتريها تلاقي فوق الشريط في ورقه مفضله مثلا. ده ممنوع يتعرض لشمس ورطوبه. فده لو اتعرض واتساب في العربيه لا ده مضر، ما ينفعش يتاخد. ده للتبسيط يعني. فمعظم الادويه اللي عليها ورق مفضل من بره متغلفه بورق مفضل دي يعني ما ينفعش تتاخد لو الحراره عاد. طيب خلاص احنا رجعنا البيت بقى بنعمل غلطه ثانيه، بنحط الدواء يا اما عاملين صيدليه في الحمام او في المطبخ، اكتر مكانين فيهم حر وفيهم رطوبه. غالبا المكانين دول درجه الحراره بتوصل اكتر من 30 برضه والرطوبه بتاعتها عاليه، الادويه بتبوظ من الرطوبه، الدواء لازم يحفظ في مكان جاف، اللي هو دايما مكتوبه في اول حاجه في الانسيرت ليفلت اللي هي الورقه اللي موجوده النشره الداخليه، مكان جاف ودرجه حرارته مش عاليه. وهيبقى مكتوب دايما في النشره الداخليه لو كان الدواء ده محتاج ثلاجه. طيب لو محتاج ثلاجه محتاج برضو يتحط في مكان جاف في الثلاجه، ما يتحطش جنب مثلا حاجه ممكن تنزل عليه ميه تخلي الرطوبه فيه عاليه. فلازم برضه يبقى في درج معين وابقى عارف درجه الحراره بتاعته كام، هل هي من 2 ل 5 لغايه مثلا محتاج انه يبقى اقل من 2. في ادويه ناس كتير بتحط الادويه مثلا في الفريزر، لا الادويه ما بتتحطش في الفريزر، الادويه بتتحط في الثلاجه الا ادويه قليله جدا.